وهذه المواقع اللي ولات ايضا ضروره مهمه. احنا اليوم راح ناخذ ضيفتنا في جوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفاصل. فقرة سوشيال ميديا مع سيدة سلمى عنقر. في هذه الفقرة راح نشوفوا بعض التعليقات القاسية وبعض التعليقات السلبية في حقك، وانت راح تجاوبي هذه الناس اللي وجهوا لك هذه الرسائل. ومع بعض نروح نشوفوا أول تعليق للنهار اليوم. سلمى عنقر تتعامل دائما مع نفس الأسماء تكرار وتكرار. نظن هذا تحدثنا عليه قبل قليل. علاش سلمى عنقر ديما تتعامل مع نعيمة الديرية مع أسماء تتكرر في كل مرة؟ علاش؟ لا، نعيمة الديرية صوت جميل، عيب عليا ولا ماهوش من حقي أن نترك هذاك الصوت الجميل ونروح نتعامل مع الإنسان اللي دقدق بابي وقال لي سلمى حبيت تشديني من يدي ونغني من كلماتك، عيب عليا لو كانوا نقولوا لا. يعرفوني كاع الفنانين ويعرفوني كاع في الاستوديوهات، عمري ما صديت ولا واحد إنسان قلت له ما نكتب لكش ولا ما نعطي لكش، أو كونتخير نمد الكلمات تاعي ونزيد انا اللي نصرف الاستوديو. ما كاش فنان جا عندك وطلب كلمات وقلتي له ابدا ابدا، راني نهضرها للملأ كامل وكاع يعرفوني. اللي قالها هذا فوفا قال سلمى عنك تعمل دائما نتعامل مع نعيمة الديرية، نتعامل مع حسيبه عمروش، نتعامل مع حسيبه عبد الرؤوف. كي كانت نعيمة الديرية ما كانتش حسيبه عبد الرؤوف، ما كانش الزهر الجلالي، وما كانوش بزاف اصوات نريمان، لكن انا عطيت لهم يد الفرصه، طلب يد المساعده وهم بانوا ظهروا والحمد لله. بصح اليوم كاين جيل جديد، كاين اصوات واعده تستنى من شاعره كيما انت باش تدعميها ايضا في الساحه. كاين جيل جديد، هاني في قلت لك 2019 راني شديت جيل، هاني سجلت له ان شاء الله. ان شاء الله في 2019 ومازال كاين الوقت، ان شاء الله مازال كاين الوقت ومازال كاين الخير ان شاء الله. هذا كله لتدعيم وتطوير الاغنيه الجزائريه والثقافه الجزائريه. صح. انا ما رانيش ضد صوت هذا ولا صوت هذا. صح. هذا التعليق الاول سلمى، مازال متواصلين مع تعليقات.